من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا الحوارية الأخيرة بحلقة اليوم، واللي خصصناها لنحكي عن جنود مجهولين كان لهم الفضل الكبير اليوم يمكن بإنقاذ عدد كبير من الضحايا بوجودهم على يعني بأرض الحدث. رجال الإطفاء، طبعا اليوم بدي رحب بشباب هني مفتخر فيهم اليوم. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير. تعرف شو رأيك؟ أكيد أول شيء أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية على الجهود المبذولة خلال فترة الكارثة اللي كانت العالم كله في حالة قلق وهلع، ولكن أنتم كنتم رجال على الأرض، يعطيكم العافية. أكيد بدي رحب فيك منار أمون، رجل الإطفاء منار أمون، أهلا وسهلا فيك. أيضا السيد ماهر حبيب، أهلا وسهلا فيك. أيضا باسم فطيمة، سعد صباحك، ورجل الإطفاء وائل جبور، أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية وقعت الكارثة وكانت كل الناس في حالة قلق وهلع وخوف وركد، انتوا كنتوا حاضرين ومتجهزين وكنتوا اول من وصلتوا الى المناطق اللي صار فيها الضرر. نحكي بدايه كيف تصرفتوا بهيدي الكارثه، وخاصه انه نحن مو معودين على هيدا النوع من الكوارث. ما بعرف اذا حضرتكم خاضعين لنوع معين من التدريب الخاص فيه، ولكن على ارض الواقع هي اول مره بنجهد نحن هذا النوع من الكوارث. يعطيك العافيه، والله يرحم ضحايا الزلزال جميعا ويرحم جميع الشهداء، والله يشفي الجرحى يا رب. بداية مثل ما تفضلتي وحكيتي، مثل ما قال كمان السيد الرئيس، أي حدا من هالوطن وبيحب الوطن هذا واجب عليه، مشان الشكر ما في، هذا واجبنا. فمثل ما تفضلتي نحن عاملين دورات، بس دائما الشيء على أرض الواقع مختلف تماما. يعني بلحظة وقوع الزلزال نحن كنت أنا مناوب يعني، فباللحظات الاولى اتجهنا لموقع اللي كان موجود على استراد مسرخ بناء الموبيليتوب، انا كان هناك موقعي. فكان شيء يعني ما بيدركه العقل. اول شيء بدك تخاف على اهلك، ثاني شيء بدك عم تسمع اصوات تحت الركام، ثالث شيء الطقس كان مانو مساعد، وبالتجهيزات البسيطه اللي موجوده معنا يعني صرنا نقوم بعمليات انه نشيل، بدنا نعرف من وين الاصوات اللي عم تجي، من وين صوت اطفال، صوت نساء، صوت رجال، يعني صرنا نتوزع على كذا قسم، حتى في بنائين جنبه كمان في اصوات بس لسه مانهم بس عم يهزوا، يعني كمان بدنا نقوم بعمليه اخلاء، يعني كان الوضع لا نحسد عليه. يعني كانوا كثير وضع صعب. فباشرنا نشتغل بالادوات البسيطه الموجوده معنا، يعني لحتى ننقذ طفلتين. اول ما وصلنا شلنا الطفلتين، شلنا الام، شلنا للاسف يعني نوصل يعني عذرا منك اصواتهم لسه هلا بنينا جميعا، يعني وصل عند حدا انه بدي شيله ساعته، قال لي اتركني روح شيل ابني، يا الله روح شيل بنتي، يا الله دخيل. يعني كانت مواقف كثير صعبه يعني نمر فيها يعني، لكن هون القوة، يعني هون القوة كانت وقتها قد ايه انتم قدرتكم على تحمل. يعني نحن عم نسمع هيدا الحديث وتأثرنا، انتم اليوم كأرض الواقع قد ايه كان في قوة اليوم لحتى تحملتوا هيدي الأخبار. يعني حتى شوف في شغلة صارت معنا، زملائنا وقائد فوجنا وكلنا صار عندهم مصاب من الكارثة اللي صارت، انه في عالم بيوتها نزلانة، في عالم مصابة، في عالم أمنت أموره وكذا، والتحقت بالدوام خلال أقل من ساعة. تخيل انه انت اليوم عندك كمان كارثه، لكن في شيء الواجب، يعني هي نحن بنسميها بفوج الاطفاء، بفوج الاطفاء لاطقين لنا انا والزملاء، هي عقيده. هي عقيده، هي من نحن بنقدمها بدون مقابل. يعني نحن حتى بمواسم الحرائق ان كان اي شيء، اي شيء بنسمع انه صار فورا بنتصل بين بعض، يلا شباب بدنا نلتحق بالدواء، انه يلا حتى لو كنتوا اجازات او ببيوتكم او هي فورا. احنا هذا الشيء عندنا دائما. طيب ماهر، كمان انت يعني اليوم الموقف وقت وصلتوا وشفتوا البنايه نازله، كيف تصرفتوا بهذيك اللحظه؟ بوقت الحادثه والكارثه الكبيره اللي ما كنا متوقعين، هاي الكارثه الكبيره، كنت ببيتي وانا كرجل اطفاء، كنت انا ومرتي وابني، يعني كان وضع البيت عندي سيء كثير، انهد مبنى الدراج، تشقق بالسطح. كيف انقذت ابني عمره 3 شهور ونص ومرتي، وقويت قلبهم شوي حتى امنتهم، نزلت من البنايه طابق ثالث، نزلت على البيت على الارض، والحمد لله رب العالمين انفدنا هيك بعجوبه. امنتهم عند بيت اهلي والتحقت برفقاتي بالدوام فوراً رغم الكارثه. اهم شيء انه امنت عليهم، لانه والدي ووالدتي واختي بالبيت كمان، يعني حتى امنت عليهم مع مرتي وابني بيت ثاني، حتى فينا انا التحقت مع رفقاتي وزملائي بالدوام.
والكارثة كبيرة يعني كذا موقع بين جبلي وبين اللاذقية وبين نصطامو. ضمن الموقع بمشاركة الأهالي يلي إليهم يد مساندة لرجال الإطفاء بالمعدات البسيطة بين رفش قزمة مهدي، هاي الأمور كلها ساعدت بوضع كارثة كبير. يعني ما كنا متوقعين هاي الضحايا اللي شفناهم بعيوننا بين أطفال بين ناس عدد الناجين من هذا البناء الأول اللي أول بناء نزل، قد ايه قدرتوا تنقذوا منه ناس؟ شخصين ثلاثة أربعة ما أكثر من هيك، ما لأنه كان باقي ضحايا بين أطفال وناس كبيرة بالعمر لبين ما إجت مؤازرة المعدات الكبيرة هي كانت تسا جهود بسيطة يعني بسيطة بآليات كتير بسيطة. عم تقول الجيران ساعدوا كمان الأهالي لهم شكر كبير لمساندة رجال الإطفاء بالمعدات البسيطة يعني بين رفش مهدي قزمة شغل يدوي لبين إجت الآلات الكبيرة وأصبحنا نشتغل بهذه المادة. سيد باسم أنت كمان كيف كان الحدث بالنسبة لإلك، وين كان موقعك بأي منطقة وكيف تم التعامل معه؟ هلق بداية أنا كنت ماني مناوب يعني دوام ما في دوام يعني كانت استراحتي، فمثلي مثل كل رفقاتنا يعني كنا بالبيت وتعرضنا للهزة، فأمنت زوجتي وأولادي والتحقت دغري بالدوام. كان الوضع يعني إسا ما كنا بنعرف إنه حجم الكارثة الكبير لهالدرجة، ف أنا موجود بالفوج يعني يجوا ناس كتير على الفوج إنه بدهن مساعدة وبدهن هيك، يعني حاولنا نتواصل يعني مع أي حدا عنده آلية عنده شيء يعني ساعدنا قدر الإمكان، واتجهت دغري على بناء على المحلق الشمالي بسيارة إطفاء. بس طبعا ما بقيان عدي عنا يعني كان السيارات كلها منتشرة وأنا طلعت بسيارة إطفاء مو سيارة إنقاذ يعني. فكان في الأهالي عم يشتغلوا وكان في الناس متجمعة يعني، وحاولنا نشتغل كمان نفس الشيء بالقزمة وبالرفش وبالهي. طلعنا أول شيء امرأة الحمد لله يعني كسور وهي بس إنه على قيد الحياة. على قيد الحياة صح. ايه بس الـ الـ الأهالي المنكوبين أهالي الضحايا يعني هن اللي بيخلوا الواحد فعلا يبكي. فبعدين حاولنا يعني ضلينا هيك لحتى تقريبا بلش يطلع الضوء. لما طلع الضوء يعني نحن أنا ما معي مثلا معي بيل مثلا وعدي يعني بسيطة يعني مبدئيا، فأمنا مثلا منشار حديد صاروخ منا يعني شوي لبين ما اجى التراكس واجت الروافع وهيك، وصرنا بعدين نشيل الركام. طبعا ضحايا الطابق الاخير يعني كان اخف من الطوابق السفليه. الطوابق السفليه طبعا كان في امراه وحفيده وابنها، هذول يعني الله يرحمهم طبعا شلناهن كان وضع كارثي. يعني اليوم قديه هذا الوجع، نحكي مع وائل اكيد شفتوا كثير مواقف، يمكن في مواقف كانت بتوجع الناس حواليك، يمكن في بكي وحزن وانت بهذا الوقت بتكون انت متماسك يعني رغم كل الظروف اللي حواليك ان انت مركز بالشيء اللي عم بتساوي. احكي لنا عن هاي الظروف اللي مريتوا فيها. انا يمكن طبيعه عملي شوي مختلف، انا كنت مناوب بالفوج يعني انا اعمل فئه المناوب بالفوج وكان دورنا بالمناوبه، فمباشره اثناء الهزه بلحظتها كنت طالعين بمهمه لحتى الكشف على الفيضانات، فتصلت زوجتي بالبيت عم تبكي وهي لحاله قالت لي البيت رح ينزل يعني. قلت له ماشي البسي ثيابك انا جاي، ما بعرف انا شو صاير طالع بالسياره الاهتزاز ما شعرت فيه. بلحظه شفت امام الناس صارت بالشارع عم تفط بالشارع عم كلها. دورت السياره رجعت انا والسائق ورجعت على الفوج، انا زوجتي ما قدرت ارجع لعندها سبع ايام بالبيت هي لحالها. فكنت اتلقى انا رجعت على الفوج مباشره، لما اللي تلقى الاتصالات انا اتصلت مع قائد الفوج ومع امر
قسم الإنقاذ، قائد الفوج كان بالطريق مباشرة وصلوا عملنا غرفة عمليات، وزعنا المهام مباشرة على كافة المواقع، والشباب كانوا بهاللحظة يعني بلحظات دقائق أو أكثر يعني كانوا متواجدين كلهم بسبب النداء اللي وجهناه للجميع. من أبعد يعني اللي كان يعاني من أزمة سير أو أي شيء يتأخر كان بلحظات موجود، اللي أخذ تاكسي اللي عمل حامل جهده أنه يوصل بأقصى أزرع. فلما صارت الشباب كلهم بالمواقع أنا كنت عبارة عن متلقي، بس كان صعب كتير أنه أنا ما فيني أطلع لأنه بدي أكون متى ما أتعامل مع الناس بالمواقع ووجه من عنده. بس كان مثل الاحتفال لما اللي يقولوا لنا، كنت اكتب على الورقة، أنا سجل المواقع كلها واكتب على الورقة، والله هلا طلع معنا طفل أو امرأة شباب طلعوا فورا خبر الشباب نحتفل. يعني رغم الألم خبر بفرح لأنه شباب طلعت امرأة على قيد الحياة أو طفل على قيد الحياة، ولما اللي يكون في ضحية يعني كمان ينعص قلبنا عليها. بس نحن بهالحالة لما اللي الناس بتكون كلها غرقانة بالألم والوجع، لازم نكون نحن نسيانين الألم والوجع لحتى نقدر يمكن نحن نحمل من العاطفة أكثر بكثير من الناس، لأنه ما نتعامل مع المواقف الإنسانية، ولكن بموقف أو بلحظة الألم نحن أكثر الناس بنفقد هالإحساس لحتى نقدر نتعامل مع الموقف. بس بعدين للأسف بالأيام القادمة بنعيشه كثير بأحلامنا بأفكارنا، بنعاني كثير نحن، بس بعد ما بنكون شو أزلنا المعاناة عن الناس. فهذا الشعور الطيب اللي نحن لو أنه عانينا بنكون مبسوطين نحن بهالشعور. يعني من هون نحن دائما بنقول يعني نشكر جهودكم، أنتم بتعتبروها هي واجب، ولكن هي بالنهاية مشاعر أنتم تخليتوا عنا، أهل أنتم تركتوهم بالبيوت ما بتعرفوا شو أوضاعهم، بنفس الوقت مسؤولية أرواح هي بين إيديكم أيضا، عم بتحاولوا تنقذوا من استطعتوا، عم تزعلوا على اللي ما عم تقدروا تشيلوا. يعني هيدي هي القوة الحقيقية اليوم اللي نحن بنعول عليها بكل الجهات المعنية من رجال إطفاء وغيرها اللي ما قصروا. بس سؤال دائما يعني نحن بنطرحه انه بهيدي الازمات وبهيدي الكوارث انتم بتكونوا موجودين بطريقه مدربه، ولكن وجود الاهالي اللي كانوا موجودين هل هو ممكن احيانا يكون عائق او يكون مساعد؟ كيف انتم ممكن تتعاملوا بهيدي الحاله؟ حالتين. هلا شوفي، اول ما وصلنا نحن مثلا على الموقع، اول شيء مثلا نحن كنا زمره عباره عن 6 اشخاص، فبتعرفي انت اهالي ضحايا وناس بدهم يجوا، ففي شيء يكون سلبي وفي شيء يكون ايجابي. الشيء الايجابي انه العالم اللي ترد عليك، انه مثلا انه انت مسك معي هاي شيل معي. الشيء السلبي انه مثلا انت عم تحفري على حدا لتشيلي حدا، يكون طلع من فوق، يكون عمر ركام فوق. يعني المجتمع المدني دائما الله يعطيه العافيه طبعا، يعني وما قصروا. يعني انا لك في شغله قلتها بهالفتره 7 ايام اللي مروا، انه الشعب السوري قادر خلال 24 ساعه يتجاوز اكبر ازمه. يعني انا اللي شو شفته، تخيل انه نحن نكون عم نشتغل، شفت طفلين جنة. يا عمو انه شو عم تعمل هون؟ روحوا على البيت. قال معه واحد معه قنيت مي والثاني معه قنيت عصير. قال عمو انا جايب لك مي مشان تشرب اذا عطشت. يا الله ثاني عمو اذا يعني انا بنتي كانت بدها تروح تشيل الركام مع الناس، يعني تمام مع شو بتشوف هيك انه يعني فعلا من تحت انقاض، يعني انا هيك من تحت انقاض الحرب لتحت انقاض الزلزال، شعب عنده قدرة عظيمة على الاحتمال. يعني انت تخيلي انت عم تشيل الطفل، اب عم بيقول لك اتركني روح شيل ابني، هو بالمحل الام نفس الشيء. يعني تخيلي انه مثلا في اول عائله شلناها الزوجه اجرها مكسوره، يعني وبدنا نطلع بالسيارة ما كانت ترضى، لفيناها بالحافه هيك مشان البرد، ما بتطلع اذا ما طلع جوزها، هاي ما بتطلع اذا ما طلع ابن، ما بتروح معنا. لك انه نحن هون بدنا يعني شوفي هالعاطفه يعني الموجوده قد ايه. هذا الحكي اليوم عن جد انت عم تحكيه عن جد البنية. بيوجع تمام. انه بس اكيد اليوم لهفه السوريين وهيك ولهفتهم على بعضهم ووقفتهم جنب بعض يمكن بخلينا نحن نتجاوز اي ازمه ممكن نحن نمر فيها. اذا اليوم طفل صغير جاي عم يقول لك انه انا جايب لك مي او عصير، قد ايه انه هدول نحن حتى يمكن تربيتنا لاولادنا صحيح. اليوم انه هالثقافه العقيده الموجوده، العقيده الموجوده صار عندنا بالفوج الاطفاء. كنا انا مثلا عم احفر زميلي ماهر صديقه باسم ووائل، هات عنك هات كذا ما يتركني، انه خلص ما لي شو لا هات انا ما بدي اريح حالك. مثلا في قصه صارت معنا، مثلا اجوا اعلامي اجى او مصور
عم يقول لنا طيب انتم ما صورتوا شيء ما بسخن شيء، قل له انا بعتذر منك يعني انا عم شيل واشتغل ما فيني شيل موبايل وصور. تخيل انا ما فيني شيل مثلا ما فيني مثلا. يقول له طيب في كان عالم عم تصور يا اخي استفلوا عالم عم تصور حقها بدها تصور بدها نوثق بس انا كرجل اطفاء ما فيني شيل موبايل وصور. انا انقاذ الروح اهم من تماما يعني نحن ما عندنا توثيق ولا للحظه لانه الكل عم يشتغل بلحظه العمل الكل عم يشتغل. مستحيل يفكر حدا انه في ايد ممدوده وانا حامل بايد موبايل او حامل شيء، اكيد رح مد له الايد الثانيه يعني العالم يفكر الاعلام ما قصر بهذا الموضوع. بالعكس يعني دائما الجهود المبذوله توثق بدون اي صوره وبدون توثق من النتائج اللي بنشوفها على على ارض الواقع. الذكريات هيدي الذكريات ربما رح يعني تضل معكم لفتره ولكن ان شاء الله رح تتجاوزوها ان شاء الله يا رب بالاشخاص اللي قدرتوا تنقذوها وتكونوا السبب بعودتها لحياتها. كنا كمان عذرا كنا نوصل احيانا نوقف الاليات عن الشغل، حط اذنينا على الباطو يعني. اذا في صوت يعني في انا وصلت في ثالث يوم يا رابع يوم عم حط اذني قلت لهم في صوت، وقفنا الاليات قلت لهم في صوت، قال لي اخي هيدا رابع يوم، قلت له اخي والله في صوت، وقفوا الاليات نزلت هيك في حفره حتى انا صرت نادي سمعت صوت دخيلك انا هون يا الله دخيل ايه بهاللحظه هي طلعت قلت له والله في صوت، نزل زميل لي معي سمع صوت قال لي ايه في صوت، طلعنا لفوق قمنا شفنا جثه بمنطقه ثانيه رحنا بتعرف التهينا لا المساء رجعنا حفرنا بنفس المنطقه اللي سمعنا فيها الصوت. رحنا عم نحفر كان في قرايبه للزلمه اللي عم نحفر بنفس المنطقه طبعا يمكن اسمه نهاد داود ابو ابراهيم هذا شلناه اخر واحد تمام قلت له خلدون عمك عايش قال لي سمعت صوته عم نحفر طبعا الشوفير الباقر كمان بوجه له تحيه كبيره عم يحفر مثل كانه عم يشيل بايده يا الله بهدوء تمام انا قعدت انا عندي الشفره شفره احنا لو حكينا بالعام قب الشفره شفت ابو ابراهيم عمل هيك يا الله عايش عمل فعم ابراهيم انا وصلت لعندك صرت امزح معه بدي اشوف انه حالته النفسيه تروقه قال لي انا هون قلت له فينك تتحرك حرك ايديك احرك ايديك قال لي فيني اتحرك لحسن حظه جاي البناء عمود بشكل هرمي فوقه فهذا اللي حماه لما طالعنا يعني كانت مثل ما تفضل وائل مثل كانك هيك فرحه انه طالعنا حدا عايش بعد اربع ايام تحت الانقاض قبل بس عارف صرنا نساله انه زوجتك وين معك قال زوجتي كانت معي بس رجعت لتجيب موبايل تحكي مع بنتها ونهد البناء وين بتحط الموبايل عند التخطر احفرنا عند تخطر للاسف طلعت متوفاي تمام للاسف يعني اليوم ماهر الوجع كبير. انتم دائما بتتعاملوا مع هاي الحالات الانسانيه كان بالحرائق باليوم بالزلازل قد ايه بياخذ منكم جهد نفسي قد ايه بترجعوا يمكن على بيوتكم تعبانين متازمين يمكن بترجع بتحكي اللي صار معك والله اهالينا راح يتحملونا شوي زوجتي نفسيتنا هيك بتكون راجعه لو كانت تعبانه بس بتقدر هذا الموضوع. بالنسبة كانت للحرائق أخف لما نطلع حريق مهما كان الحريق تكون أضراره أخف تعامل مع الأهالي فيك تأخذ وتعطي أما هون وضع الكارثي كان كبير بين أشلاء بين ناس متوفي في ناس بدك تعاملي معها أنها طيبة بدك تنقذيها ترجع الأهالي الموجودين مشان الركام مع الآلي يعني العقل كان هيك مشوش كثير لانه حجم الكارثه كان كبير ونحن ما انا مهيئين لهيدي الكوارث وتعاملنا معهم بقوه قلب تشجيع للاهالي الموجودين للاطفال الموجودين لاهالي الضحايا الموجودين لقرايبينهم يعني كان يعني لكم دور اليوم باسم بتخفيف عن الناس يعني انتم عم تشتغلوا بس نفس الشيء بدكم تخففوا عن الام اللي حوالينا ممكن طمنوا طبعا هلا نحن كنا نعيش بلحظات كنا نعيش السعاده ونعيش الحزن يعني كنا بقمه السعاده لما نشيل حدا انه عايش وبعد لحظات نعيش قمه يعني الحزن لما نشوف حدا ما قدرنا يعني ننقذه فهذا كثير اثر على نفسيتنا ورغم ايام ما نمتوا يمكن اول فتره يمكن بقيتوا هلا تقريبا هي 10 ايام دائما مقيمين بالفوج يعني مشان اي مهمه الله يحميكم الله يعطيكم العافيه الله يسلمك يا رب ورغم هيك كنا كثير يعني نلعب على العامل النفسي مع اهالي الضحايا يعني انه دائما نعطيهم امل انه ان شاء الله في انه ان شاء الله بيطلعوا مثلا عايشين ان شاء الله
والحمد لله انه مثلا في ناس مثلا بيوتها منهاره مثلا، انه مثلا عندنا قائد فوجنا المقدم مهند بيته منهار مثلا، بس الحمد لله عائلته واولاده مثلا بالف خير. فدائما الواحد بده يشكر الله انه حجم الكارثه كان عليه اخف من غيره لطيف. يعني طبعا يعني وائل اليوم القوة اللي حصلت عليها نتيجة هذه التجربة، ربما هي تجربة صعبة وليست تجربة، هي كارثة، ولكن القوة اللي حصلت عليها والخبرة اللي قدرتوا تحصدوها خلال هذه الفترة، قد ايه ممكن عطتكم انتم بالإضافة للي انتم قدمتوه للناس؟ أولا القوة أخذناها من ناس المحبين والمشجعين لنا، والناس اللي بيشوفونا بحجمنا الحقيقي، هدول يعطونا أول شيء أنه حسينا أنه تعبنا مضى. لما اللي شلنا أي شخص على قيد الحياة، هذا حسينا تعبنا مضى. ثمرة عملنا نحن بالنهاية هو إنقاذ أشخاص أو ممتلكات أو أي شيء، يعني منحس أنه هذا نتاج عملنا، يعني أسمر عملنا تمام. هذا بيعطينا قوة كبير، محبة الناس لألنا عطانا قوة إسه أكبر بكتير. لما اللي توافدت وفود لعنا وجابوا معدات لعنا الفوج ومن بلدان تانية يعني، وشافوا هن هالمعدات البسيطة اللي عم نشتغل فيها وعن واجه الكارثة فيها، يعني حتى هن تفاجئوا انه شو هالقوة اللي عندكم انتم بهالأدوات البسيطة عم تواجهوا هالكارثة. يعني هن مجهزين كعناصر وكآليات بطريقة رهيبة، ونحن أدوات بسيطة عم نواجه كارثة كبيرة. ممكن هن كارثة صغيرة بياخذوا لها معدات اكثر من هيك بكثير، بس مع ذلك نحن كارثه كبيره عم نواجهها بالعقيده، بالايمان، بالمحبه، وعطتنا خبره وان شاء الله ما بتتكرر، يعني تنذكر ما بتنعد ما بيقول، ان شاء الله ما بتتكرر، وعطتنا حافز انه نحن نطور نفسنا اكثر ونكون مستعدين لحتى في حاله تكررت لا سمح الله هي او غيرها نقدر ننقذ اكبر عدد ممكن من الأشخاص والناس والممتلكات. إن شاء الله ما نضطر يا رب. إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لكم، الله يحميكم. طبعا أنتم بترفعوا الرأس ونحن بنفتخر فيكم. شكرا كثير لكم. شكرا لإلك منار أمون وماهر حبيب، باسم فطيمي ووائل جبور، نورتوا صباحاتنا، وإن شاء الله يا رب دائما بنجتمع هيك على أخبار سعيدة. شكرا لوجودكم معنا. إن شاء الله بالضبط. شكرا لكم، يعطيكم العافية. الكلمة من لكم إياهم.